السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا يا ربي ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. الأمر الثاني بالنسبة إلى سؤال الأخت السائلة، أولا أسأل الله أن يرزقك بر والدتك، وأن يعينك على برها يا رب العالمين، ويجزاها خير على حرصها وإقبالها على القرآن. فإذا كنت تقصدين أنها تقرأ القرآن عن طريق جهاز في غير الصلاة، ما في بس، يتعلم الإنسان التلاوة الصحيحة، وإذا كان في أثناء الصلاة لا تقرأ ما تيسر لها من القرآن، حتى وإن أعادت بعض السور، لكن هذا في تشتت. أولا في تشتت للإنسان يا أخواتي أنه يسمع من المسجل وهو في صلاته. الأمر الثاني، هذا خلاف السنة، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات يا أخواتي توقيفية، يعني لا بد لها من النص. فمجال التعليم خارج الصلاة أن الإنسان يتعلم القراءة الصحيحة، غير أن يشرع في التعليم في داخل الصلاة. لكنه لو يعني، ولهذا أنصح الوالدة أسأل الله أن يحفظها ويسددها لك، أنها تتعلم الآيات أو تجلسين معها عن طريق المسجل أو تقرأين عليها، ثم بعدها ما تتعلمه معك أو عن طريق المسجل تقوم الليل فيه، وإن كانت قصار الصور يكفي أن تقرأها القراءة الصحيحة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للكريمات، هذه تقشير البشرة، إذا كانت لا تؤثر على البشرة، ما تؤثر عليها، الأهم منها ما تؤثر عليها وتستعملها. طبعا هذا أتكلم عن أمور حياتية، تستعملها باحترازات طبية، تسأل الطبيب أنها لا يؤثر عليها ولا شيء، فما في بأس من استخدامها، وأسأل الله عز وجل أن يسر لها الخير. لكن أنا أوصي أخواتي بالنسبة إلى الأسئلة بشكل عام، أتمنى أن الأخوات يحرصون على الأسئلة المتعلقة برمضان، في أمور العبادة، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، يعني الأشياء التي تفيدكم في رمضان يا أخواتي، في قضية الطبخ اللي تسرف الآن وتبذر في الطبخ وتقصر في جانب العبادة، في إذا كان عندها مثلا أم كبيرة في السن كيف تصوم، يعني الأمور التي يحتاجونها ومسائل فقهية التي يحتاجونها في رمضان، وأسأل الله أن يقبل منهم بالنسبة إلى وقت صلاة الوتر، تبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا قضيت صلاة العشاء وانتهى يبدأ وقت الوتر. ثم نأتي إلى وقت الأفضلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا كانت في الثلث الأخير من الليل فهذا فضل من الله ونعمة. وإذا استطاعت المرأة تقول: أنا والله نام مبكر، إذا نامت مبكرا وضعت الساعة على الساعة الثانية ليلا مثلا، واستطاعت أن توتر والثالثة، لا شك أن هذا الوقت أفضلية. ينزل ربكم إلى السماء الدنيا كما في الحديث نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه في الثلث الأخير من الليل، هذا وقته. فيقول: هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر أغفر له. فأحرصوا على هذه الأوقات العظيمة الفاضلة عند رب العالمين.
واجعلها قبل أذان الفجر، لأن إذا قال الله أكبر ندخل ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. احرصوا على تطبيق السنة والله يتقبل منه منكم. بالنسبة للسائلة التي سألت عن حكم الإكثار من صيام شهر شعبان حتى وإن انتصف شعبان، فنقول أنه جاء في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهذا دليل كثرة الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرا يعني كامل إلا رمضان، وما رأيته يصوم أكثر منه في شعبان. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صيامه يكون في شعبان، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فتختار شعبان لقضاء ما عليها. وأما أنها تصوم الأيام التي قبل رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح: لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو بصوم يوم أو يومين إلا من كان له عادة فليصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت السائلة عن المسح على الخفين، خذوا قاعدة فقهية حتى تفهمون. إذا نزع الممسوح يعني الشراب بعد المسح عليه فإن الوضوء باق لم ينتقض، لكنه لا يعود إلا على طهارة. تلبسين مرة ثانية تتوضين. إذا نزع الممسوح بعد المسح عليه بعد الحدث، يعني الآن سؤال الأخت وش تقول؟ تقول لبس الشراب على طهارة ثم صلى ثم انتقض الوضوء ثم مسح ثم نزع الشراب. نقول نزع لهذا الشراب لا ينقض الوضوء، لكنه لا يلبسه مرة ثانية إلا على طهارة. ولهذا القاعدة ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا نزع الممسوح بعد المسح عليه بعد حدث فإنه لا يعود إلا على طهارة، لكن نزعه لا ينقض الوضوء. ومن الأسئلة المهمة التي وردت لكن للأسف أنها صوتية، وأتمنى من الأخوات مستقبلا أن يكتبون، وأنا أرى أن هذا سؤال مهم جدا. يتكلمون عن العلاقات المحرمة بين الشباب أو الفتيات أو كذا، فخذوا قاعدة: الله تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة ما تأتي في حرام أبدا، حتى وإن تمثل لك أن هذا الشاب ناصح ويبي الخير، لكن في النهاية لا بد أن تقع المرأة في الفخ أو يقع الشاب في الفخ. المعصية عمرها ما تستمر. أولا عذاب نفسي وهموم يجعلها الله عز وجل في قلب الفتاة وفي قلب الشاب، وإن تظاهر أنه يحب أو ما يستطيع أن ينام إلا أن يسمع صوته، هذه أمور شيطانية شيطانية، ولهذا يزينها الشيطان في قلوب الناس، وفي النهاية خسران مبين في الدنيا قبل الآخرة. كذلك من المخاطر في العلاقات المحرمة أن تجد أن الفتاة تكون في عزلة عن أهلها عادة، يعني أول كانت تجلس معهم وتسمر معهم وتسمع منهم، لما دخلت في العلاقة المحرمة تجدها في عزلة دائمة في غرفتها، وتجد الشاب دائما خارج البيت يخرج من أجل هذا الأمر، يكون عندهم انغلاق ما يجتمعون. وهذه الخبيئة المحرمة إذا استمر صاحبها عليها وما راعى حرمات رب العالمين ربما أن الله يفضحه إذا لم يعود إلى الله. ولهذا يقول أحد السلف: وكل خبيئة تتخبى عن الناس سترها الله على عبده واستمر عليها لا زال يعصي لا زال يتجاوز، لا بد أن يلبسه الله رداءها ولو بعد حين. طيب كيف تأتيك الفضيحة؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، اتقوا الله. كذلك الفرق بينها وبين الحلال، لأن الحلال محبوب عند الله، لما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أيضع أحدنا شهوته وله أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام كانت له بها وزر، فكذا لو وضعها في حلال كانت له أجر. لكن الذي يعني يسير في شؤم المعصية النهاية خطيرة جدا، وربما وقع الأمر الذي لا يحمد عقباه ويكون في الوزر وليس في الأجر. عمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، ترى هذا في كل شيء ليس في المال،
المال وفي الزوجة وفي الصلاح وفي الدين، بل يتعلل بعض الأخوات للأسف الشديد، أبوي مشغول عني، أمي في مشاكل، عندها مشاكل وتطلع، ما حد مهتم فيني. هل هذا يدعي الإنسان أنه يقع في حرام؟ أم يقبل على الله عز وجل ويقيس قوة إيمانه برجوعه إلى الله؟ قرأت في بعض الرسائل عند الأخت صاحبة سناب زال الأخير شيء حقيقة تعجبت أنا منه، حينما تقول الفتاة الآن رمضان على الأبواب وأنا بحاول أني أترك هذا الشاب بإذن الله في رمضان، وكأن رب رمضان غير رمضان. يا أخواني، ترى تقوى الله قوت القلوب، وما يدريك إذا كانت هذه نيتك وقبضك الله على هذه النية ليست توبة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، هذا ترى ما يسمى توبة، لأن الآن كأنك تقولين أنا سأتركه فترة مؤقتة. طيب، رب العالمين ستر عليك سنة وسنتين وثلاث. وللأسف الشديد يعني التلميع في المحرم وأبشري بالخير وأنا أعتبرك مثل أختي وأنا بسوي وبفعل، نهاية أليمة جدا. ولهذا عليكم بتقوى الله عز وجل والتوبة والانطراح بين يديه والعزم على ألا يعود الإنسان إلى هذا الذنب مرة أخرى. ولهذا من كانت على علاقة محرمة فهي على قسمين في نظري. القسم الأول، إما أن تسير في علاقتها المحرمة ثم تتزوجه، فغالبا هذا الزواج ما يكون صحي، يكون فاشل في الغالب. السواد الأعظم أنا أقول ليه؟ لأن البنت تتعرض إلى تجريح، تتعرض إلى شكوك لما يدخل عليها. أنا أعطيكم قصص واقعية حصلت في المراكز الأسرية، يدخل ويراها تكلم بالهاتف، من تكلمين؟ حطي سبيكر خليني أسمع. ترى هذه رسائل فيها من الشكوك والجروح بالنسبة للمرأة، لأنه اعتاد أنه يعرفها عن طريق الحرام، الظل مثل ما يقول، ودائما يكون فيها من الجروح وتنتهي بسرعة. وإما أن تفارقه وتتزوج رجل آخر فترجع إلى علاقتها المحرمة، ولهذا تكون العلاقة التي بالحلال تبوء بالفشل. والذي أريد أن أنبه له، أقول لابد أن نقطع الطريق. ولهذا تجد الشاب عادة لما يأتي يتكلم مع الفتاة، لأن الفتاة تتكلم بعاطفتها والشاب يتكلم بعقله عادة، فأنت زي أختي اللي تامرين فيه، يحاول يوقف معها في أغلب القضايا، يحاول يتكلم معها بكلام دين في البداية، ثم يأتي بالأمور الخطوات التي يعني تغير المسار أو الأفكار بالنسبة للبنت. أعطيني صورة، أنا أقصد الزواج، أنا قصدي ناجي البيت من بابه، بس أستحي أني أطق الباب وأنا ما شفتك صراحة، ما أعرفك ولا شيء. ثم بعدها ربما تقع في أمور لا يحمد عقباها. ولهذا اقطع الخط من البداية، الحرام حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حديث النعمان بن بشير إن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه مشتبهات، قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. اقطع الطريق إذا أردت رضا الله. من الرسائل التي قرأتها في سناب، ويعني لأنها طويلة ما نستطيع عرضها حقيقة، لكن ممكن أني أطرحها لكم بفكرة أو بخلاصة. أنا ما جاني نصيبي، وإيش أسوي في هالجانب؟ عشان كذا غصبا على الوحدة أنها تفكر في أمور. لا 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 لا، أصبري. كون ما جاك نصيبك مو بمعنى ذلك تطرقين باب الحرام، لأن عندنا أمرين، عندنا درجات وعندنا دركات. الدركات اللي تسقط في الهاوية، يعني تعلل أن ما جاها نصيبها أنها تطرق باب الحرام. باب الحرام ينتهي إلى الخسران، وربما إلى أن يتوفاك الله ما يجيك نصيبك، لأنك أنت الآن تسيرين في خط خطير جدا. الدرجات هي الرفعة، أنها تبحث عن مراكز الأحياء اللي فيها دورات جميلة وتنشيطية، تبحث عن كيف تحفظ كتاب الله عز وجل، تحفظ عن الدورات التطويرية الذاتية في الحاسب. ومو بلازم يا أخواتي أن تكون الدورات شرعية بحتة مثل ما يقولون، لا، قد تكون دورات أسرية، قد تكون دورات في فن التعامل مع الأطفال. أطور نفسي، مو بلازم يكون عندي أطفال حتى يعني أكون جيدة في التعامل معهم. قد يكون في الحاسب وفي المدخلات والمخرجات الحاسب، في اللغة الإنجليزية، في عندنا أمور لابد أن أطور من نفسي. هذه الأمور أستطيع من خلالها بإذن الله أن أجعل الحرام خلفي. ولهذا احفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم
في المسند: إذا رأيت الله يعطي العاصي على معاصيه في الدنيا ما يحب، يعني يرزقه ويفتح الدنيا في وجهه وهو عاصي ولا زال على علاقة ولا زال على حرام، قال فليعلم أنها استدراجا له. ترى القضية اختبار بس، لكن متى تجي الفاجعة ما ندري. ثم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا قال أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أبين لكم شيء يا أخواتي، وخلونا يعني نكون صريحين في هذا. المشكلة عند من يسلكون طريق الخطر أو العلاقات، تجد أنها قبل أن تتزوج وهي على نفس الخطر ماشية عليه، فإذا أرادت الزواج قالت أنا بقطع. تجدها مباشرة إذا كان هذه نيتها تتزوج ثم ترجع إلى الخيانة الزوجية، لأنها عندها رصيد من المساوئ ولا عندها اعتقاد في التوبة والندم والرجوع إلى الله. والتي تقطع العلاقات من الآن تقول: فهل أنتم منتهون؟ تقول: انتهينا يا رب وتبنا ورجعنا إلى الله، وقطع بجزم وغيرت جميع وسائل التواصل معه، سواء كان الجوال أو سناب أو غيره أو أيا كانت وسائل التواصل، وبدأت حياة صادقة مع الله قبل مع الناس، يوفقها الله بحياة زوجية رائعة جدا بإذن الله، تزول فيها مشاكل حياتها الدنيوية ويفتح لها أفاق الخير. ختاما أيها الأحبة الأفاضل، أنا حقيقة يعني أشكر صاحبة السناب على طرح هذا الموضوع، وإن كان حساس جدا جدا لكن هذا جاء في وقته في نظري، خاصة حنا نقبل على عبادة عظيمة فيها تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، أسماء ترفع إلى رب العالمين، يوميا تعتق رقاب من النار. فوالله إن المحروم الذي يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يعتق الله رقبته. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فرفع يديه قال آمين، جبريل يدعو والنبي يؤمن صلى الله عليه وسلم، فكان من ثنايا الدعاء أن جبريل يقول: من دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له أبعده الله فكان في النار. قل آمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. اتقوا دعوة ممن لا ينطق عن الهوى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة ومستقر الرحمة.